السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ اليوم جبت لكم فيديو سريع وخطوات سريعة وقصة شعر، يعني شوي وضع مختلف، والطريقة اللي رح نشتغل فيها وضع مختلف. طبعا شباب مثل ما أنا شايفين الشعر أشقر، لونه فاتح وما نو كثيف كتير، فرح نشوف هلأ كيف رح نشتغله. بتمنى شباب المو مشترك بالقناة تشترك بالقناة، يفعل زر الجرس ليوصله كل شيء جديد. إن شاء الله ما راح نقصر مع أي حدي حابب يتعلم مهنة الحلاقة الرجالية. طبعا شباب هلأ بما أنه الشعر قصير وكتير خفيف ولونه فاتح، بنفس الوقت نحنا ما فينا نشتغل بالنمر الواطية. أول شيء نحنا علمنا الزيرو، بعدين اشتغلنا 3 نظفناها مظبوط مثل ما أنا شايفين، بعدين راح نطبق النمر على هذا النصر. طبعا شباب نحن بدنا نشتغل النمر كله على نفس المستوى اللي علمنا فيه الزيرو اول شيء. شايفين معي كيف عملنا 2، بعدين تحت 2 حطينا مشط 1.5 وبلشنا نشتغل، حطينا مشط 1 نزلنا المناويل صارت 1.5، كمان بلشنا ندمج بالحرف. طبعا شباب هاي الطريقة ما بتنشغل غير بالشعر الخفيف كتير اللي على الجوانب واللي بيكون كتير يعني ما في كسافي ابدا ولونه فاتح. بعدين شباب بنرفع المناويل على 1، كمان بننظفه مظبوط، ننظف الشعر وبنمشي على نفس نسق الزيرو اللي علمناه بالبداية كرمال يطلع معنا تناسق بالنهاية. هلا شباب بدون ما ننزل مناويل، بدون ما ننزل او نعمل اي شيء، بنحط مشط 1.5 وبنبلش دمج. كمان كله شباب بدنا نشتغل باسلوب الدمج. هلا شباب مثل ما انا شايفين نزلنا المناويل على الربع، بلشنا نشتغل كمان ندمج الحرف بأرضه، ما بدنا نطلع فيه كتير. مثل ما انا شايفين شباب بلشت تبين معنا التدريجي، بلش معنا الموضوع كامل، وبتمنى انه تكونوا استوعبتوا هذا الموضوع. انت كمبتدئ انت لازم تستوعب هذا الموضوع، لازم تحفظ انواع الشعر كيف بتنشغل، انه الشعر الخفيف ما فيك تشتغله بطريقة الشعر الكثيف. تمام شباب، وهلا بعد ما خلصنا الخطوات مننظف الشعر مظبوط، وبعدين راح نحدد السالف تقريبا نصف دائرة. طبعا شايفين معي كيف شباب تدريج بين في كسافي بالتدريج لانه اشتغلنا بطريقة صح. هو الشعر خفيف بس لانه نحن اشتغلناه بطريقة صح، بطريقة بتناسب هيك نوعية من الشعر، بين التدريج بشكل حلو. فهمتوا علي كيف شباب؟ مثل ما قلت لكم السالف تقريبا نصف دائرة او بنعمله خط حسب رغبة الزبون وحسب كيف المساحة الموجودة اللي بدنا نشتغلها نحنا. طبعا شباب هلأ رح نشيك على القصة بمشط الماكينة 1، ممكن نحتاج مشط 1.5، ممكن نحتاج مشط 2، ممكن نحتاج مثلا نعيد على كل النمر من 3 للزيرو، بس يعني هي فقط للتشييك كرمال جمالية التدريج فقط. طبعا شباب بهيك نوعية من الشعر ما بنقدر نستخدم نحن مقص التشفير لانه بالاساس الشعر رقيق وخفيف، رح بس نشيك عليه بالمقص العادة. مثل ما انا شايفين عم ندمج الحرف وعم نشيك على القصة بشكل كامل كرمال يطلع معنا التدريج متناسق. طبعا شباب هاي النتيجة النهائية، بتمنى تكونوا استفدتم حلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كان معكم الكوافير رام.